في ضيافة يوم جديد. ضيفة اليوم صورة أصلية وجميلة وصوت مؤثر في عالم الأغنية العراقية، من يستمع إليها يعود به التاريخ إلى الزمن الجميل كما يصفها النقاد. فنانة ملتزمة بما تقدم، تخاطب جمهورها بثقة كبيرة، لا تنسى أن تشكر كل من وقف معها خلال مسيرتها الطويلة. يا أحمد، نعم، فنانة متعددة المواهب بصراحة، ولديها حس وموهبة مرهفة وقوية، إحساسها إحسان فنان، تغني بمختلف اللهجات والألوان العربية. صراحة لها العديد من الكليبات اللي أثبتت نجاحها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا يوتيوب، وحققت نجاح كثير وكبير المستوى على المستوى الفني العراقي والعربي. مشاهدينا الكرام، رحبوا معي بالفنانة الجميلة العراقية حنين حداد. حياك الله، صباح الخير. صباح أهلا، شلون زينك؟ الحمد لله. شخبارك؟ أكيد الحمد لله، نهار سعيد إن شاء الله. يعني أعطيناك النبذة أنه فنانة ومتمكنة. شكراً على هذا التقديم الحلو. أكيد شكراً غصن، شكراً أحمد. عين انت. طبعاً شكراً لقناة الرشيد، لأنه أنا من أنا صغيرة لحد هسه متواصلة وياها. سولفنا قبل شوية موضوعات. طبعاً يعني البداية كانت يعني من عندهم أصلاً، وهذا الشيء زيدني شرف والحمد لله وشكراني مستمرة. يمكن همين البداية أتذكر كانت هم بنفس المكان وبنفس الاستوديو، بس نصورنا بالحديقة. بس حلو من يكون أشوف نفس المصورين ونفس المخرج، وأنا دائماً يعني الحمد لله وشكر أبد ما يعني أنساهم ولا أنكرهم، لأن هم دائماً متواصلين وياي ومتابعيني طبعاً. حلو. لا، انت للجمهور بصراحه حتى بالشارع، يعني اليوم من يعني مشاهد يريد فنان، يريد يعني موهبه، يعني هو الفن موهبه بكل تفاصيله، بس يعني يريد شيء غير، يعني متعود على الفن ومتعود على الاغاني اللي موجوده، بس انت يعني حاولتي العربي والعراقي القديم التراثي كلهن غنيتيهن، ويعني هذا الشيء حلو اضافي. يعني هو اهم شيء لازم يكون الفنان له ستايل مختلف. نعم. مثل ما تفضلت احمد، يعني لازم هاي حلوه البصمه اللي تميز فنان عن فنان، لانه اكيد اذا راح يكون الكل متشابه ما راح يعني يصير فد اختلاف بالموضوع. نعم اكيد. طيب حابين نعرف اليوم شلون خطوتي حياتك يعني حتى تعيشين لهذا اليوم كمستقبل؟ طبعا أنا خطواتي يعني بعيدة عن الفن كبنية. نعم. يعني أنا مثل ما نقول إحنا بالعامية سباعية، لأنه يعني أنا أدرس بنفس الوقت وأشتغل الحمد لله اللي هو مهنتي الغناء، وبنفس الوقت إنه أنا يعني هم أنا عندي مسؤولية ببيتي، مرتبة حالي مثل ما نقول. صح هي صراعات يعني بالنسبة إلي، يعني النوبات أنسى حنين، أنسى إنه يعني شلون أداري حنين. صحيح. أنسى هواي يعني أمور. أي بالضبط. بس بنفس الوقت أنا يعني أبقى يعني مهتمة بنفسي، مهتمة بأطلالتي، ما أخلي يعني هاي الأشياء تبين علي. صعوبة صح تواجهها، خصوصا إنه إحنا ببلدنا. نعم. يعني كوضع إنه البنية كلش يعني تكون يعني العين عليها، وانتقادات هواية تتوجه لها. صحيح. بس الحمد لله والشكر أنا قلت لك سباعية، وأحس نفسي دائما يعني كل فتشي بحياتي يجيني يحاول أنه يكون صعب، لا أنا أكون يعني العفو أبطل من عنده وأكون يعني سباعية أكثر وأقاوم الحمد لله. إيه؟ طبعا أكيد أهم شيء لازم واحد يتعدى. أعتقد أنه تعتمد على يعني نشوءك بالعائلة هي اللي تقدر تمكنك. يعني بصراحة اليوم دور العائلة بحياتك من البداية لغاية الآن ومشوارك الفني عن الحال. أكيد طبعاً. أنا والدتي طبعاً، والدتي يعني الله ينطيها طولة العمر، إنسانة قوية وتعلمت من عندها هواي أشياء. يعني كانت بالوظيفة يعني خدمة تقريباً 39 سنة، وهي من النوع اللي ما تحب تغيب، ما تحب تأخذ إجازة. كلش يعني أحمد، أنا بيوم اللي رحت أمشي بمعاملتها مال التقاعد ما عندها يوم يعني رصيد إجازاتها كامل، ودائما كانت المرأة المثالية بكل مناسبة، عندها فد يعني دائما شهادات تقدير. فأني الحمد لله وشكرا يعني شفت، أنت تعرف الإنسان مو إلا يعني أبوك وأمك يقول لك سووا هذا الشيء، بس أنت تشوفهم بالفطرة تشوف شلون تصير بعد أنت أقوى، أو تحب تعوضهم بشيء أحسن، تمشي على نفس النهج مالتهم. أي بس بطريقة. فأني أفتخر أن والدتي إنسانة قوية الحمد لله والشكر، وإنسانة بنفس الوقت مثقفة، وقدرت بعد وفاة والدي شلون توقف، شلون
تربيني، والحمد لله والشكر انه انا يعني بيضت وجهي يعني ابد ما في يوم من الايام خليت بهاي التربيه. الحمد لله والشكر. طيب اليوم يا حنين احنا نعرف انه كل مطرب او كل فنان يستهوي فد شيء معين، اليوم شنو اللي يستهوي حنين؟ شنو الاغاني اللي تستهويش دائما؟ اذا نجي على الواقع الاغاني اللي تستهويني الاغاني الحزينه. لحد البارحه انا عندي عمل يعني موشك على الانهاء. نعم. طبعا اكيد بعدين نحكي بيه، بس يعني دائما انه شفت اراء الناس حنين يلوق لك الحزين اكثر من اكيد دائما يكون بيه احساس بصمه مو صح. نعم. انا الاغاني الحزينه كلش احبها، نفس الوقت انه انا ما اعرف ليش احب الاغنيه القديمه اكثر من الجديده. نعم. طيب تقدرين تسمعينا مقطع قصير؟ نسمع الاغاني الاشهر الاغاني قديم. نعم. اكتب كيف اللي تحبينه. خلينا نسمع للي أنا متأثرة بها هواية، ستنا أمل خضير. نعم. تحياتنا إلها والله ينطيها طولة العمر طبعا أكيد. لو قلت لك حبيبي يعني فدوة ويه للعتب ابتلي بلوة، لو قلت لك حبيبي عيوني فدوة ويه للحسد ابتلي بلوة، والله الدنيا من غيرك ما تسوى، والله الدنيا من دونك ما تسوى، فدوة 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 يا عزيز العين فدوة. الله حلو حلو صوتك. طبعا صوتك يعني ما شاء الله قوي. ولا تنسى انه بدون ايقاع بدون موسيقى صوت طبيعي. اعتقد انه حتى اليوم من نشوف هاي الأصوات اللي تطلع يعني حاليا والله أنا عاجبني اسمها بعد سادسة تسمعنا بعد شيء هذا نستغل وجودك. أوكي نسمع همنا يعني شيء قديم ولا أي شيء تحبين يعني أي واحد أي إنسان يحب شيء لازم يبدأ فيه. أي أوكي بس إحنا بدينا بما إنه أنتوا يعني الغناء القديم قلنا نظل الإذن عطشانة إليه وإحنا فترة صباحية شوي نقول نظف إذاننا. أوكي نغني شيء الدكتور فاضل عواد. الله عليك أسأل عليك أسأل عليك اسأل من الرايح ومن الجاي، وحن لك وحن لك وحن لك مثل راعي ويحل الناي، عليك اسأل عليك اسأل عليك اسأل من الرايح ومن الجاي، وحن لك وحن لك وحن لك مثل راعي ويحل الناي، واقول اصبر على غيابك وفي وما تنسى احبابك، واقول اصبر على غيابك وفي وما تنسى احبابك، لابد ما الشمس تكسر وراها فياي، لابد ما الشمس تكسر وراها فياي، لابد ما الشمس تكسر وراها فياي. عاش صوتك عاش صوتك. طيب اليوم احنا حابين نعرف ليش العنصر النسوي دائما يعني بهيج مجال الاغاني يكون يعني نادر، شنو السبب؟ لا تنسين غصون انه احنا مجتمع شرقي يعني انا اشوفه نادر يعني احنا عندنا بس مو نادر. هو ايه يعني نادر بالعراق خاصه؟ بالعراق طبعا اكيد. انا بالنسبه لي يعني اشوف اكو اصوات احلى من صوتي واحلى من اصوات غيري، وفد اصوات والله بس تتمنين تسمعيها، بس من تجيني تقولي لها غني والعافيه تطلعون اسمي واهلي ما يقبلون. صحيح. للعلم حتى لو تكون هي بهذا المجال مثل دراستها تكون فنون، ما حد فنون جميله للبنات. نعم. يعني تتعجبين ايش في مواهب. صحيح. شبي أصوات يعني حتى العزف على آلات، بس للأسف إنه إحنا مجتمع شرقي أبويا ما يقبل أخويا ما يقبل. إحنا بعدنا يعني مو كلش، برغم إنه إحنا هالفترة الأخيرة أنا أحس هواية لا أكو تغيير بالنسبة للبنية. البنية قامت تشتغل. لا. البنية تشوفيها تشتغل بمول يعني محل مثلا أكسسوار أو ميك أب يعني بصالون، اكو انفتاح صار شويه اكثر للعوائل، بس اكو شويه بالفن
بعدين مو كل وحدة تجيني تقولي لها مثلي حتقولي ايش اقدر امثل صحيح. ولا كل وحدة تقولي لها غني حتقولي ايش اقدر اغني. هذا يسحبني الى موضوع هو اللي اريد اسالك اياه. ليش الفنانة او الفنان العراقية المرأة انه عمرها الفني يكون قصير يعني ما يستمرون بالفن ويصير يعني عمر كبير يعني ليش هذا يعني القصر ليش يعني احمد انت تحكي عن قبل لو تحكي عن هسه؟ لا انا احكي يعني جيلنا مثلا احنا او قبل يعني 20 سنه او 30 سنه. انا اشوف انه يعني بصراحه مثل ستنا هسه ذكرناها امل خضير مستمره لحد هسه. هاي وحده صح فعلا ذاك الوقت ايش قد كانوا عندنا. اي فعلا يعني اكو اصوات اختفت. نعم هو هذا السؤال. عندنا سيتا هوكوبيان يعني لحد هسه موجوده بس صوتها طبعا راقي وكلش احبه اني بس هم يعني اي مختفيه عن عن الساحه. عندنا اصوات انت تقول يعني من الشباب فتره صح المطربه تظهر بصوت وفجاه تشوفها تختفي. بيكون انه ظروف خاصه خلينا نقول. انا اشوف الاغلبيه مثلا يعني مثلا تقول انا تزوجت وبعد ما اغني او ما اعرف يجوز ظروفها تعيش برا القطور او كذا يعني ما لقيت فرصه مناسبه تعبر بها عن بالضبط. لا هو صح يعني طرح موضوع مو بس الغناء. نعم. انه حتى لو انت تشوفين موضوع التمثيل جيلنا او السابق صح. يظهر فتره انه تشوفين فنانه اخذت حيز ونجمت كذا اختفت صح. فجأة بعد ما نعرف بعدها اكو ظهور او بعدها راح يستمر هذا الاختفاء ما نعرف. طيب اليوم احنا نعرف انه انت اشتهرتي ايضا بالموال. طيب نسمع موال صغير. يلا نسمع موال. هذا الموال طبعا انا كلش احب احسه قريب لقلبي ونفس الوقت الناس تحبه. خلي ركز بي بعد. ذكرتك والسما مغيمه وعليك الروح محتاره مدري الدمع من العين مدري الدنيا مطار وينك وينك ما لك عنوان واسمك ضاعت اخباره البحر لا يبعدك عني لسوي القلب عبار فوق الغيب جو الغيم مجيك بغير طيار يا طير يا مسافر ليه وصلنا هذا الكلام ميت حبيبك قل ليه والليلة بد ما ينام عشرتنا ما ناسيها وكل يوم أفكر بيها عشرتنا لا ما ناسيها وكل لحظة أفكر بيها والعشرة متهون إلا على ابن الحرام. صوتك سويتي واحد. طيب حنين يعني أنت خلاص إنه بلشت مشوارك وما شاء الله يعني عليت الحمد لله. وين التمثيل عندك؟ أكو عندك نية تمثيل لحد هسه؟ أنا بعد ما متخرجة من التمثيل طبعا أنا دارسة 5 سنوات معهد فنون جميلة زين ومن قدمت على الأكاديمية يعني انه انا خريجه مسرح فرع التمثيل فما قبلت غير طلع لي فرع انا قدمت على الموسيقى قالوا لي يعني ما يصير طلع لي في تربيه فنيه وطلع لي مسرح فاكيد قلت خل اكمل المسرح يعني باختصاصي فهاي السنه الرابعه طبعا والحمد لله يعني صار لي 9 سنوات ادرس تمثيل. بداياتي كلش حلوه طبعا كانت هي بداياتي تمثيل اساسا لان درس التذوق الموسيقي كان عندنا من خلال دراستي بالمسرح يعني ما كان اختصاصي يعني موسيقى. فبديت بالمسرح اللي هو مسرح الدوار اللي عندنا بمعهد الفنون الجميله ومن خلال المهرجانات اللي يعني كانت تصير بالمعهد والحمد لله والشكر يعني اني توفقت بيها. بعدها كان عندنا مجموعه اني افتخر بيها من ممثلين الحمد لله هسه نشوفهم نجوم المخرج غسان اسماعيل صديقي وامير ابو الهيل وفكره سالم كان عندنا اعمال يعني خلال نقدمها خلال منتدى المسرح عمل البردة احنا تألقنا به والحمد لله والشكر اخذنا في وقتها الاول بالعراق وتأهل الى مهرجانات عربية. نعم. بعدها ويا استاذي الكبير سامي عبد الحميد يعني اني مثلت عمل طبعا هذا كله جاد كان الاعمال كلها جادة تخص
المسرح اللي هو الأكاديمي هم قدمناه بمنتدى المسرح، والحمد لله والشكر همين علاقة يعني كلش حيز كبير وضاف لي، عرفت شلون؟ يعني أكو فنانين كانوا ما يعرفوني مثل الأستاذ محيدر من أعثر أو شيء، في وقتها كلها عرفت منو حنين والفن. يمكن أنا كنت يعني في وقتها شلون هسه طرحنا موضوع انه مو كل بنيه تقدر تمثل، اغلب البنات يجون يقولوا لهم بالمسرح يتمثلون يقولوا لهم لا اهلي ما يقبلون. زين تروح اوكي انا جايه ادرس ما جايه يعني اضيف شهادتي، ما جايه انه يعني انه امثل، فكنت اني اقبل انه امثل. فبعدها صارت الانتقاله احمد انه اني ما ابتعدت عن التمثيل بصراحه، اني اتمنى لحد هاي اللحظه واني ممثله يعني تعرف انه انت الممثل من مو اي واحد تقدر تقول عليه ممثل بالضبط. اي بس انا ممثله محترفه، ما اقدر هاي الكليبات اللي اصورها يعني ابد. ما في يوم مخرج قال لي تصرف في هذا التصرف، يعني انا ما تعب احد، يقول انت ما تعبينه، انا من ذاتي امثل ومن ذاتي تعيشين ويا اي بالضبط، لانه يعني انا هاي الشغله يعني متمرسه عليها. نعم. الشغله الثانيه انه هي انا مثل التلفزيون ويا الفنان لؤي احمد كان عندنا عمل ابن نعناع على قناه وقتها انتاج قناه العراقيه، كان عمل في رمضان والحمد لله والشكر همينة يعني كان اللي اطلاله بيه حلوه، صح الدور مو كلش قوي يعني بالبدايه كان دور ثانوي بس دور حلو، بس انه حاليا انت تعرف يعني وضع الدراما. نعم هو هذا الموضوع الاساسي اللي اريد اجيبك حاليا يعني بصراحه. حاليا انا عندي اطروحه اللي هي اطروحه التخرج، انه لازم انت يكون عندك عمل ولازم انه انت تقدم لازم بالضبط، فاني الحمد لله والشكر مستمره بهذا الشيء. بس الاستاذ المشرف طبعا على البحث مالتي استاذنا هيثم عبد الرزاق، تحياتنا له، تحياتنا له، انا شرفني كلش فرحت من هو صار يعني المشرف على العمل مالتي. قبل فتره قلت له استاذ يعني خاف تحتاجون شيء يعني بال مثلا يعني خارج الدراسه اعمال، يعني انا موجوده دكتور مستعده انه امثل برا، يعني نفس الجواب اللي احنا دا نشوفه، اعمال ماكو انتاجات. يعني هذا الوقت كليته يعني يمكن عمل واحد هسه رمضان تحضير، الدراما العراقيه مو موجوده حاليا، مشكله هذه كل الفنانين. زين اذا هو الممثل ما يعني ما يصير عنده دافع مادي او ما حد يدعمه، بدك تشوف انه الاغلبيه اليوم اعمال عربيه بالضبط، ماكو حاليا ميزانيه. انا دا اشوف انه سينما المسرح يعني حاليا ما مخصصه فد ميزانيه معينه انه للممثلين للاعمال، برغم انه احنا عندنا كوادر وعندنا يعني هوايه اشياء ما نحتاجها بالفعل، بس هذا الوضع انه عن التمثيل. بس اذا جتني فرصه انه بصراحه عربيه او عراقيه تضيف لي يعني ما ممكن انه حنين ترجع لي ورا، احنا نحب نتقدم، لا اكيد راح اقبل ان شاء الله، راح تجي الفرصه ان شاء الله تجي. طيب اليوم الفنان شلون يعزز مسيرته الفنيه والنجوميه؟ شلون يعززها؟ يعززها بالثقه طبعا، اكيد انه الثقه لازم اهم شيء تكون موجوده، التواصل طبعا، التواضع اللي اعتبره اهم شيء طبعا، اهم شيء التواضع. طبعا اكو فنانين هوايه نجوم ويعني اسمائهم واصله، تحياتنا لهم، بس يعني اتفاجئ انه عندهم غرور ويا جمهورهم. الناس تحب الفنان المتواضع، يعني هسه اليوم انا سناباتي من اريد اصور شلون اكل، شلون اطلع، شلون حياتي اللي هي بعيده عن الفن، بعدين اوكي اصور حفلاتي، بس صدقيني الفن الجمهور يعني يحب الفنان يعيش وياه كانسان، يعني انا حالي حالك ما نختلف، احنا ناكل ونشرب ونطلع، بس مهنتك اعلاميه ومهنتي اني يعني فنانه اغني، مهنتي الغير مهندسه، مهنتي الغير دكتوره، احنا لازم نكون متواضعين. نعم. التواضع يوصل الفنان لمرحله كلش حلوه، يعني كلش حلو ما تلاقيني مره كبيره بالشارع اوكي وطفل صغير بنفس الوقت يقول لي اني احبك، وينك حنين؟ احنا نحبك، وينها؟ ليش مختفيه؟ صوتك مميز. هاي اعتبرها انه نعمه من رب العالمين، انه اكو جيل يعني كبير بالعمر يحبني واكو جيل صغير بنفس الوقت يحبني. هذا كلش حلو. الحمد لله. خلينا نشوف من اللي تسمعي له دائما؟ هل الجيل القديم؟ يعني القديم. أنا أسمع لهواية بصراحة يعني. منو اللي ممكن إنه تعيشين ويا الأجواء؟ أها. إذا إحنا نريد يعني إنه أقول لك شلون أعيش أجواء، أنا متأثرة كلش بأمل الخضير. بس أي. إنه يعني فنانين بصورة عامة. انه احنا يعني اني اي شيء قديم دائما حتى اللي اسمعه بالسياره اسمع كلش، يعني قلت لك يعني دكتور فاضل،
اسمع حتى الاغاني العربيه اللي هي قديمه. يعني ما احب يعني ما اقول لك ما احب، هو اكو اضافات واكو شيء اشياء جديده هم حلوه، بس القديم احبه اكثر. فنغني الامل خضير مره ثالثه؟ لا مره ثانيه. يلا اوكي، تحياتنا لها طبعا. تحياتنا لها، بما انه هو صوت نسائي يعني احسه انه اقرب قريب اقرب ميول للنسائي. بالضبط. أتوب من المحبة القلب ما يتوب، يعاندني ويقول لي وعد مكتوب. أتوب من المحبة القلب ما يتوب، يعاندني ويقول لي وعد مكتوب. أقول له اترك هواهم عذابك من وراهم، يعاندني ويقول لي يعاندني ويقول لي يعاندني ويقول لي وعد مكتوب مكتوب مكتوب. ويلي وعد مكتوب. انت متاثره وايد بأمل خضير، كلش احب صوتها يعني بصراحه. دائما تغليلها؟ اي سامحتك هي قاعده وياها سامحتك؟ يعني احنا بالبرامج اللي كليتها يعني انا دائما اذكرها ودائما انه اغني لها، بس انه تصدف انه بنفس المكان احنا نغني زين، بس وحده ما تشوف الاخ. عرفت شلون؟ او الايام متفاوته يعني تصير الامسيات مثلا يوم الحنين ويوم الست امل. بس دائما يعني العزاف يوصلوا لي انه ست امل يعني موجوده يمنا اوصل السلام وكذا. عرفت شلون؟ حلو. بس الفنان معذور دائما يعني احمد انشغالاته هوايه، ويعني دائما وقته يكون مو اله مثل ما هسه ذكرنا، وقت دائما الناس. فيعني اني اعذرها كلش، بس ان شاء الله اكو يعني فرصه تكون قريبه اكيد نلتقي. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. طيب الصعوبات اللي تواجهها بالعمل، يعني اكيد وكل عمل حتكون به صعوبات وشغلات يعني تاثر عليه. طيب اليوم اللي رجل تكون اسهل المهنه مالته الرجل اسهل بشنو؟ اسهل يعني بالدخول نعم بالغناء؟ نعم اكيد طبعا الرجل. يعني بالنسبه شوفي الصعوبات اللي يواجهها الفنان مادي. نعم. يعني حاليا الانتاجات كلش صعبه، يا اما تكون انت محتكر يا اما انت تنتج لنفسك. فاني بنيه انتج لنفسي، الموضوع كلش يعني صعب يعني بصراحه. يعني انه يا دوب انه اني من حفلاتي ومن سفري ويعني اكيد انا هم عندي يعني قلت لك مسؤوليه، واني كبنيه ملابسي صرفي كذا، يا دوب انه اني اقدر انه مثلا يعني لازم بنفس الوقت انتج لي كليب. الكليب حاليا يعني كلش يعني موضوع غالي، الاوديو بعيدا عن التصوير راح يجي اضافه تصوير. كان قبل التصوير مو ببغداد، كان قبل احنا لازم نسافر صحيح، ويعني ويا التيكت ويا مصاريف الملابس ويا الفنادق ويا كذا. يعني اشوفه كلش صعب. اكيد الرجل انا اشوفه اسهل يعني بالنسبه للولد، يعني اسهل بهوايه امور. يعني انه ولا هو هم يعني اكيد يعني كموضوع انتاج، بس يعني حاليا انت دا تشوفين الشركات حتى لو هي تحتكر الفنان او تنتج له، فهي تريد من عنده دفع مادي. نعم اكيد بالضبط. حنين انت امراه قويه قويه اي لو لا؟ هي القويه انا يعني القوه مستمدتها من رب العالمين. هاي اولا ونعم بالله. نعم. بعد والدتي، يعني قلت لك انه اني والدتي الحمد لله وشكر احمد. يعني انه اني اشوف نفسي انه اني دائما انه على نياتي وزارعه خير، وعايفه الناس كلها تحبني ما مسوي شيء يعني شر. فاشوف انه دائما الله يوفقني باشياء ما احسب لها حسابات، ما تكتب حساباتها. فاني لا قويه الحمد لله والشكر. حلو ان شاء الله تستمر على هالقوه هذه ان شاء الله يا رب. طيب ان شاء الله يا رب. طيب عندك دويتو ويا يعني فناني، شنو اخر دويتو كان؟ دويتو عندي اني بدايه كانت ويا صاحب السامر الشاعر، وبعدين ويا سيف عامر، وبعدها اخر عمل كان الي ويا نور حلمي اغنيه احبك. والجديد هم دوتو ويا سيف عامر، رجعنا انا ويا الناس اللي خلتنا نرجع بصراحه، لانه وينكم؟ احنا حبيناكم بنهايه حبنا. صوتكم متوالم، واني وسيف عامر متوالمين عائليا ومتوالمين كصداقه. يعني هو اخويا تحياتنا اليه. وسيف احس احساسي يعني اصلا اول ما اقعد يقول حنين هاي الاغنيه الك خلاص. عندنا عمل الحمد لله والشكر، ويعني ايام قليله ان شاء الله وينطرح العمل. ذكرتي سيف نبيل، يعني تحياتنا له. سيف عامر. سيف عامر بصراحه دائما الفنان يكون يعني محدود العلاقات،
يعني من هم المقربين إلى حنين اليوم؟ المقربين؟ ما حد مقرب. أبد. أبد. لا أنا علاقاتي يعني بالفن زمالة مصداقة. زين. يعني الصداقة يصير بيها مثلاً يعني شلون أفهمك؟ يعني الصديق أثق به. أكلك وشربك ويا ممكن. طلعت. أنا من نوع اللي صعبة يعني ما أقدر أثق بأي بشر ببنية أو بولد. وبنفس الوقت أنا ما عندي صداقات الفنانين والفنانات. يعني زي. علاقتي بهم زمان وكلش نظيفة يعني هي أتمنى تكون يعني صداقة بس إنه أنا قلت لك يعني وقتي ما يسمح خارج الوسط خارج الوسط ممكن يعني أن تكون شوية يعني مثلا بيها زمالة أكثر من الوسط الفني بس همين ما تكون كلش قوية وما تكون كلش بيها صداقات الدرجة عرفت شلون؟ تكون محدودة يعني بالضبط محدودة يعني محدودة زين شنو المطرب اللي يعني لازم تكون بيه مواصفات حتى توافقين عليه يسوي دوت وياك؟ هذا الموضوع اللي أنا دا واجه مشاكل بيه أزيد الشباب اللي إن شاء الله نشوفهم نجوم مثلا يقول أنا أريد أسوي دوت وياك بس حتى يعني أكو بيها دفع مادي يعني أنا مرة شخص خابرني اللي أنا عندي شخص بالاستوديو يدي يسوي دوت وياك وكمبلغ المشكلة مو بالمبلغ مشكلة مو بالفلوس تريد طلعي فد شيء حلو لا انه ممكن هذا الشيء يعني هسه انا افكر شيء يضيف لي اكثر مما انا اضيف نعم فاني ممكن انه يتوجهني انتقاد انه اكو شخص مثلا يعني ما عنده صوت وما عنده مؤهلات بس بسبب مادة لا يعني موضوع كله صعب حتى لو اكون انا بحاجة لهي المادة ما راح اخطي هيك خطوة نعم حاليا انه انا اللي افكر به قلت لك مثلا يعني سيف عامر يعني سيف اسم وحاليا سيف ملحن عربي يعني ضيف لي شيء فرجعت بالديو ويا ممكن أن ارجع ويا صهيب اللي هو كان الشاعر وياه ممكن ارجع ويا جيفاير اللي كنت اني اغني وياه بس انه خطوات جديده اي يعني اكو مثلا فنانين حاليا يعني هم عارضين علي اعمال اوكي بس انه اخاطر واقول هذا العمل لو اي لو لا لا هاي بعد راح الوقت مالتها اليوم الفنان من يشوف شيء او يسمع شيء يقول الله لو انا اتمنى مغنيها هاي الاغنيه لو هاي هذا الدور مال الفنان الله اكون يعني اتمنى انا اول واحد انت هم تجي شي فكره او لا هاي تجيني انا دائما اسوي هاي لوني ليش ما جتني ليش انا ما غنيتها طبعا كلش اغاني احسها قريبه لقلبي ودائما اقول يا رب هسه صار له هاي الاغنيه يعني مطيني اياها مثلا طبعا اني يعني كلش خاله ببالي موضوع الملحن علي صابر تحياتنا له فمن زمان اني وعلي تواصلنا قلت له علي اني اريد اعمل من عندك قال حنين راح اسمع كل الاغاني مالتك وانطيك شيء مختلف بس نحن نعذره لانه هو كلش مشغول يعني خطايا الله يساعده ويعني في وقتها في لبنان بس لا يعني انه انا مصممه على الموضوع وان شاء الله يعني هذا تاكيد هذا تاكيد الي السنه الجايه ينطيني عمل مثل ما نقول حلو ونطير بعدها ان شاء الله ان شاء الله فالاغاني اللي انت قلت اي اغنيه يعني تذكرينها وتقولين اتمنى هاي الاغنيه بما انه ذكرنا علي صابر الاثنين انا احبهم احب اللي هي مكانك خالي واحب اريد الله يسامحني يعني الاثنين كلش قريبة لقلبي حتى بالحفلات من أغنيها يعني أحس إنه طالعة في القلب كلش أحبها يعني فش تحبون نسمعكم الاختيار لكم أنت سمعينا ومكانك خالي لو أريد الله يسامحك أريد الله يسامحنا أوكي ليش نسوي إن شاء الله الله يسامحك أريد الله يسامحني لين أذيت نفسي هواي طيبة قلبي أذتني تعبتك يا روحي هواي أني بحق غلطان لعبت بحالي لعبة كنت بالناس وهمان مشيت بنية طيبة صاحبت الوفي وخان غدر بي لحبة شلون تعلي بنياني ويروح الناس غربة وعد مني وعد بعد ما ثقبت ولا أنطي مجال كل شيء وإلى حد وعد مني وعد بعد ما ثقبت ولا أنطي مجال
كل شيء وإلى حد أريد أعتب على حظي ويا الناس ما قاعد خلى اللي وفى وياي تقريبا ولا واحد أني هواية ممنون من العاشرتهم علموني البتش شلون لبروحي شليتهم بسيطة سهلة وتهون هم يفتر وقتهم علي بظهري يحجون الدنيا غيرتهم وعد مني وعد بعد ما ثقبت ولا انطي مجال كل شو إلى حد. الله عليك. عاش صوتك، عاش صوتك يا طيبة. حلوة الأجواء مالتها. يعني عيشتنا بداخل الأغنية. يعني إحساس. ذكرك إنه سامحها. أنت ليش قلت يعني هذه الأغنية؟ شو مسوي الله يسامحك؟ عاش شلون شغلة شي خلصنا. كل واحد يتمنى رب العالمين يسامحه طبعاً أكيد. يا ريت رب العالمين يسامحنا عندنا كم أخطاء أكيد. طيب حنين أنت لحنتي أغاني. شلون كانت يعني هاي التجربة بالتلحين؟ أها أنا لحنت أغنية ها خويا هي كانت إسناد الجيشنا الباسل وفي وقت الانتصارات اللي إحنا انتصرنا بيها. فأني يعني اللي هو الموضوع كان كلامي من الشاعر وقعدنا ندندن فشان هي يعني ترى اللحن شلون الشاعر من يكتب يعني أسرع يكتب أجواء بسرعة بالضبط بسرعة تلحنت وقلت لي يلا خلينا نسجل فطرح وياي قال والله عم تلحنين يعني حلو بس ما عدت التجربة أنا يعني كنت كل ما ألحن فت كلام مثلاً يعني أشوفها مثلاً يدي زياء شاعر أو شيء كان أسجله بالموبايل يعني أقيده بصوتي وأحفظه بس يعني شلون أفهمش ما إجت فرصة إنه أنا بعد إنه ألحن دائماً أحس إنه اللي اللحن اللي مثل سيفي لحنية أقرب إلي أو مثلاً الملحنين الموجودين حالياً يعني اللي لحنون لي طبعاً أكيد فأشوفهم يعني يعرفون انه صوت حنين شيء يليق بي اكثر ممكن انه اني الحن صحيح الغير بس نعم أي. بس اللي المقابيل يشوف يعني صوتك وين بالضبط بس احس انه اللي لحنوا لي يعرفون اكثر خامتي يعرفون الاحساس وين فان شاء الله اذا اكو فرصه قريبه طبعا اكيد بعد الاغنيه اللي راح اخذها من الملحن علي صابر مو هسه ان شاء الله شنو تعطينا شوي بوقينا بالكلام لا والله حاليا يعني ماكو اي شيء بس انه اني قلت لك يعني أنا الموضوع كلش خلته ببالي طبعا أكيد بعد العمل اللي أنا وسيف هو يعني انتهينا من عنده بقى بس أنه يعني نطرحها على اليوتيوب بس أنه أنا الخطوة الوراها يعني مخلية كلش ببالي هذا الموضوع إن شاء الله بالتوفيق إن شاء طيب حنين يعني لو ما كنت يعني فنانة اليوم بهذا المستوى بهذا الطموح اللي عندك إيش كانت حنين؟ إيش كانت يعني عملياً؟ مهنياً عملياً حتى دراسة أوكي كان أني أستاذة يعني خالة ببالي أنه أني يعني أكون كنت أحب كل شيء اللغة العربية زين. يعني كانت حتى الخروج مع المحار الحروف العفوماتي والأشياء باللغة العربية من أمي تروح تسأل علي وقلها عندك هاي البنية يعني ما تتعبني بالقواعد أو ما تتعبني بالحفظ فكنت يعني بعيداً عن الفنانة ما كنت يعني أنا صغيرة أريد أصير فنانة أغني إيه بس ما كان ببالي نوح يعني شلون إحنا فرصة يعني شلون أفهمك جت يعني يعني بأمور صدفة عرفت أيوة هاي الصدفة هي فرصة فرصة بس أكو واحد يستغلها وأكو واحد لا ممكن تعبر عليه تروح الفرصة بالضبط أنت خليت ببالك شوي الفرصة ها كلش اعتنيت يعني بهاي الفرصة زين فإحنا أنا قلت لك أحب اللغة العربية كنت أتمنى أنه أصير مدرسة لغة عربية حلو أي بعدها أنه قلت لك أنه أنا يعني من مشيت بهذا المجال ويعني فنانة خلاص بعد أنه بس أنه إذا كنت مو هذا المجالي ما نجحت بي أو بعيدة عنه لا كان لقيتني أنه أنا أدرس لغة عربية مدرسة لغة عربية تدرين إيش قد صعب اللغة العربية كلش صعب مو أي أصعب لغة يعني أصعب بهواي أشياء يعني هي بحر أكيد أي اي بس انا كنت كلش احبها يعني كان اقرب شيء لي انه انا اكمل قلت يعني كليه اداب واختصاصي لغه عربيه بس بعدها صارت طموحي اكبر كان اكمل جامعه بغداد ان شاء الله كلها لا رب العالمين يرزقك باشياء طبعا قلت لك اكبر ما انت تتمنى او تخلي تتخيلها اكبر بالضبط صحيح الحمد لله ما تتخلى ببالي جامعه بغداد
الحمد لله. يعني قلت ما حد فنون وكافي. بعدين انقبلت كلية، فكلش أحب يعني أقول إنه أنا ما دخلت مثلاً جامعة أهلية. حلو. ولا دخلت يعني جامعة بغداد اسم إلها، حتى لو أنت تسافر بالخارج اسمها كلش كبير. الحمد لله والشكر يعني أنا فخورة بجامعتي وبدراستي بنفس الوقت اللي هي أكاديمية الفنون الجميلة. بالتوفيق. حلو. إن شاء الله. طيب اللي إحنا نعرف إنه كل جمهور اللي يحب مطرب أكيد دائماً يطلب من عنده فد أغنية مفضلة اللي تتكرر دائماً بكل حفلة. شنو الأغنية اللي دائماً يعني تكون عليها الطلب أكثر شيء؟ هواي أغاني، ما أقولك إنه أغنية يعني محددة. بس إنه كل فترة مثلاً أنا وين أغني؟ أنا سريعة الحفظ يعني مثلاً أول ما نزلت الأغنية مال رحمة إنه أنا حفظتها، نزلت أغنية مال محمد عساف حفظتها، فدائماً من يسمعوها يقولوا لي شنو يعني تغنيها بالك هي أغنية ديانا حداد. يعني إذا راحوا شي يصير أنا من أغنيها أكثر إنه أشوف يعني العوائل تجي عليها كلش هاي أنت تغنيها لو هي أقول لا والله ترى هي لا يعني مثل أكمل أدي استراحة أو شيء يجون عليه أقول شو هي الأغنية مالت شمال أقول لا والله ترى الأغنية مال يعني الفنانة ديانا حداد بس أنا دا أغنيها أقول لا والله إحنا ما سمعناك ما شفناك يعني ما كنا قريبين عنك كلش نركز بالشكل إحنا عبالنا إنه يعني هي تتغنيها حلو عرفت إنه أنا أغنيها بنفس اللهجة بنفس ما أحسسهم إنه يعني بالمضبوط ما احسسهم انه هي هاي لوني مثل الاصدقاء والزملاء بالكنترول يصيحون لي خليها تغنيها حتى نختم بيها بعد ويا حنين اكيد واليوم بصراحه نورتينا فدوى قلبك تسلم اغانيك وحضورك كان مميز فسمعينا الاغنيه حتى من بعدها نختم واذا راحوا وش يصير اذا راحوا وش يصير لي روح خلي يطير اصلا حلو التغيير ما حد بدون حد اتعذب وحال انهد كلش حلو نجدد طيب الامور تصير الى هنا وتنتهي عشرتكم المحلوه ما رد بعد ابد ابد كل من طلع ما يسوى والعافيني هو الخسار فضل علي سوى الفوق فوق يظل ترى والجو يبقى جو وإذا راحوا وش يصير إذا راحوا وش يصير لي روح خلي يطير أصلا حلو التغيير حلو عاشتي ذيك ونورتينا اليوم بصراحة كان تفاعل حلو وحوار كان ممتع تسلم طبعا أكيد أني سعيدة بوجودكم سعيدة بوجود حمودي حمودي متألق دائما أشوفه طيب. خلوق بنفس الوقت بكل المواقع حتى أنت من أكو فد منشورة نزلة أنا ما أعلق قليلة التعليق مو غرور بس الأشياء اللي تعجبني أعلق عليها دائما أنت تجبرني اللايك والتعليق مميز دائما أتمنى لك التوفيق أكيد وأنت حاليا بقناة داعمة اللي هي قناة الرشيد لأنه هم أول من دعموني وكنت موهوبة صغيرة وياهم خلال برنامج نايت ميوزك هذا الشيء يشرفني وأنا متواصلة لحد هاي نجوميتي وياهم تحياتي القناة الرشيد وإن شاء الله أكو فد إنتاجات جديدة إن شاء الله إن شاء الله حقنا إحنا أكيد إن شاء الله قناة الرشيد أنا كلش أحبهم وأتمنى إنه هذا الموضوع يصير حتى أبقى متواصلة وياهم إن شاء الله غصون إن شاء الله الفرصة بقناة الرشيد تكون لك حلوة إن شاء الله توجه جديد وإن شاء الله تبقين وياهم مستمرة أكيد لأنه هي بصمة وتبقى القناة اللي دائما متواصلة أكيد راح ننتظرك بشيء جديد إن شاء الله إن شاء الله حياتي أكيد العدي الفراس الراوي الكل الوجوه اللي دائما من أنا صغيرة الحدث بس من يشوفوني شي يقولوا لي أشو أنت كبرانة والله ما راح أبقى صغيرة تحياتنا لك يا حنين وكل الزملاء يبلغوك التحايا والسلام وهذا المشاهدين الكرام في كل مكان يعني بصراحة اليوم سمعنا أغنية وأغاني حلوة وكلام جميل ولطيف في كل صباح تحياتي لكم وهذه ايضا زميلتي غصون نعم يا اكيد وختمنا ويا الفنانه حنين حداد وانا قلت ذكرت انه كان الحوار ممتع وايضا نورتينا اليوم باستوديو قناه الرشيد الفضائيه من برنامج يوم جديد شكرا لك مره ثانيه نعم مشاهدينا رجعنا وياكم من جديد وايضا